ريوان، المركز الأول للتصوير بالأشعة التشخيصية. أهلا وسهلا فيكم بحلقتنا اليوم من الأطباء السبعة سبورت. إيكيليا سوى شخصية بطولية تاريخية كانت نقطة ضعفه بالكاحل. رح نحكي عن إصابات الكاحل مع زميلنا الدكتور لؤي الخطيب، خليكم معنا. مفصل الكاحل اللي هو أكثر مفصل معرض للإصابة لدى لاعبي كرة القدم، حيث أظهرت إحصائيات الفيفا أن معدل الإصابة ما بين 11-23% من مجمل إصابات الملاعب. معظم الإصابات الكاحل هي عبارة عن تمزقات بسيطة بالأربطة الجانبية للكاحل والناتجة عن ثني الكاحل بطريقة غير مناسبة. أهمية هذه الأربطة الجانبية بأنها تحافظ على وضع مفصل الكاحل وتمنع الحركة المفرطة للمفصل. أسأل دائما، هل علي مراجعة الطبيب مباشرة بعد كل التواء؟ قطعا لا. هناك بعض الأعراض والمؤشرات التي تدل على وجود إصابة جدية بمفصل الكاحل، ويجب على المصاب مراجعة طبيب العظام المختص لتقييم وضع الكاحل. هناك علامات مهمة عند حدوثها تدل على وجود مراجعة طبيب العظام المختص لتقييم حالة إصابة الكاحل. من هذه العلامات هي الألم الشديد عند وضع الوزن على القدمين أو أثناء ممارسة التمارين الرياضية. علامة أخرى وهي عدم الشعور بثبات الكاحل أثناء المشي أو أثناء ممارسة التمارين الرياضية المعتادة. أو العلامة الثالثة وهي من أهم العلامات تعتبر، وهي سماع صوت فرقعة أو طقطقة بعد الإصابة بشكل مباشر مصحوبة بانتفاخ وتورم حاد لمفصل الكاحل. تعتبر جميع هذه الأعراض والمؤشرات عبارة عن مؤشرات مهمة جدا تدل على وجود تلف بالغ بالأربطة الجانبية المثبتة لمفصل الكاحل، أو حتى وجود تلف كبير وبالغ في وتر ما يسمى أخيلس تندون. العلاج يعتمد بشكل كبير على مدى تضرر الأربطة الجانبية المثبتة للكاحل. العلاج يتراوح ما بين وضع كمادات الثلج إلى تدخل الجراحي لإجراء عملية تثبيت المفصل. لذا عند وجود أحد هذه الأعراض والمؤشرات أنصحك بمراجعة الطبيب العظام المختص لتقييم حالة إصابة الكاحل وطلب الأشعة السينية اللازمة أو حتى الرنين المغناطيسي لتقييم إصابة الكاحل. يعطيكم العافية، معكم أنا ناصر الشيخ. اليوم رح نحكي عن إصابات الكاحل بشكل عام. الكاحل هو عبارة عن منطقة ما بين عظام الساق والقدم تقريبا، بتيجي بشكل عمودي. الآن من الإصابات اللي بتصير بالكاحل بشكل عام إنه ممكن يصير في التواء بهذا الكاحل، طبعا سواء كان واحد بيلعب كرة قدم أو بيكون ماشي أو مثلا بيكون طالع درج ممكن رجله تفلت. الآن إذا ما كان في عضلات قوية محيطة بهذا المفصل أو الأربطة نفسها ما كانت قوية ومستعدة لأي حركة مفاجئة بالمفصل، راح يؤدي إلى تمزقات وممكن قطع لا سمح الله في أحد الأربطة. الآن إحنا اللي علينا نسويه من أساليب الوقاية لهذا المفصل إنه في بعض التمارين بالجيم أساسية لازم نعملها، زي تمارين اللي هي الكالفز بطات الرجل. ممكن نكون حاطين رجلنا على ستيب معينة أو على أي عتبة، حتى لو كنا بالبيت نستخدم درج، بنحط طرف رجلنا، بنخلي عظمة القدم على حفة الستيب أو الدرج، وبنصير ندفش جسمنا بشكل عمودي لفوق ونرجع شوي شوي ننزل بكعب رجلنا لتحت. هذا التمرين لعضلة بطة الرجل، بالتالي المفصل المسؤول عن هاي الحركة هو مفصل الكاحل. فلما نقوي العضلات زي ما حكينا المحيطة بالمفصل، فإحنا هيك ثبتنا المفصل، فبكون مستعد لأي نوع حركة
القادمة. الآن ممكن كمان تمارين البالانس وإحنا واقفين مكاننا، ممكن مثلا نثبت على رجل واحدة نرفع رجل الثانية نضل ثابتين، فبصير توظيف للستابلايزنج ماسلز اللي هم العضلات المثبتة. خلينا نحكي مو شرط يكون في حركة بالمفصل، ممكن يكون المفصل ثابت بس في 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 حركة هز أو عدم استقرار بالجسم بتكون مسؤولة عن تثبيتها اللي هي هاي العضلات أو الأربطة المحيطة بالكاحل. في حال يعني كان في مشكلة أو في إصابة زي الالتواء ما بصير إنه نعمل عليها أي حركات لحتى تشفى. طبعاً أول مرحلة لازم نستخدم فيها الثلج على أساس إنه يهدى المفصل ويخف التهيج والالتهاب اللي ممكن يصير جراء هاي التمزقات. ثبات كامل للمفصل لازم يكون، أحياناً بنروح على المستشفيات أو الطوارئ بيحطوا لنا زي جبيرة عشان تثبت المفصل واللي هي هاي تعتبر راحة. فمجرد ما ريحنا المفصل نفسه وخففنا اللود راح نصير نميل على الرجل الثاني، طبعاً بالمقابل راح يشفى بشكل أسرع. بعد ما يختفي الألم تماماً نرجع بشكل تدريجي على تمارين التوازن وتمارين المقاومات اللي هي زي ما حكينا تمرين لبطات الرجل. فإن شاء الله تكونوا استفدتوا، شوفكم حلقات تانية، شكراً لكم. الإجراء الطبي الصحيح والراحة كتير مهمين بعد الإصابات الرياضية، ولكن نمط الغذاء والأكل بعد هالإصابات موضوع كتير مهم رح نناقشه بفقرتنا هلأ مع روان. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم. اليوم في حلقة جديدة من برنامج 7 دكتورز سبورت رح نحكي عن موضوع كتير مهم وبالأخص بهم الناس الرياضيين. أكيد كل حدا فينا واجه أو سمع حتى عن شخص واجه مشكلة الإصابات الرياضية. الإصابات الرياضية ممكن تحدث لمجموعة من الأسباب، إما أنه الشخص بيعمل تمرين بتكنيك معين وبيكون خاطئ، أو أنه بيعمل تمرين حتى أو مجموعة من التمارين الرياضية ما بتكون تناسب لا عمره ولا جسمه، فهذا الإشي ممكن يؤدي إلى إصابته. والسبب الأخير أنه بيكون في عنده إصابات خفية أو التهابات مش مبينة مع التمرين أو الضغط من التمرين، ممكن يؤدي إلى أنها تظهر عنا أعراض الإصابات الرياضية. طبعاً كل حدا بيروح بصير عنده مشكلة الإصابات الرياضية بيروح بزور اللي هو الأطباء أو المعالجين الرياضيين. الشغلة اللي بدنا نهتم فيها كتير منيح عشان ما يصير في عنا المشكلة اللي بتواجه كتير ناس لما يكون في عنده إصابة رياضية هو زيادة الوزن. زيادة الوزن بدنا نقدر نتحكم فيها خلال تحكمنا في تناولنا للأكل، سواء كانت بالسعرات الحرارية أو حتى الأصناف أو طريقتنا للتحضير. الشغلة اللي بدنا نعملها على أكلنا كامل إنه نخلي السعرات الحرارية ككل تكون أقل من المعتاد لما نكون نتمرن تمارين رياضية. والشغلة الأهم اللي هي عشان نقدر نوصل لحالة الشفاء بصورة بوقت أقل اللي هي إنه إحنا نركز على البروتينات بشكل كتير منيح. طبعاً البروتينات مثل ما كلنا بنعرف هي متواجدة باللحوم والدجاج وحتى موجودة بالأسماك، ومن الشغلات اللي لازم نركز عليها كتير منيح عشان نوصل لحالة استشفاء في أقصر مدة زمنية ممكنة، اللي هي المصادر اللي ممكن تحفز لي الكولاجين في الجسم عشان نحفز على بناء الأنسجة والخلايا العضلية. منها موجودة في القرع سواء كانت ثمرة أو بذور، من الأشياء كمان الغنية بالفيتامين سي اللي ممكن ناخدها اللي هي البندورة والبرتقال والفلفل الحلو. طبعا عندنا مصادر كمان الدهون الصحية اللي موجودة في المكسرات النية. وفي حال كانت الإصابة متركزة على العظم بدنا نركز على مصادر الغنية بالكالسيوم، فيتامين A و E عشان نقدر نعمل ريكفري أحسن للإصابة اللي ممكن تصير عنا. طبعا بالنهاية بدي أوجه رسالة لكل شخص عم بيعاني من مشاكل أو الإصابات الرياضية، بما أنه إحنا منزور الطبيب بشكل تلقائي بعد الإصابة والمعالج الطبيعي، كمان بدنا نكون عارفين كتير منيح أنه بدنا نتعامل مع الغذاء بصورة أساسية عشان نوصل لمرحلة الاستشفاء بأقل مدة زمنية ممكنة ونرجع تمريننا بنشاط وصحة. وهيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم. بدي أشكر كل حدا فيكم يتفاعل وتواصل معنا من خلال تطبيق الأطباء السبعة وحتى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. تذكروا دائما بأن الأطباء السبعة موجودين ليكون قريبين لكل حدا فيكم. أنا كنت معكم اليوم معتصم مسالمي، بنشوفكم إن شاء الله الأسبوع القادم بحلقة جديدة من 7 دكتور سبورت، والسلام عليكم.